اهلا بكم متابعي في الجول، وحوار خاص مع واحده من نجوم الكره المصريه للكره النسائيه ولاعيبه نادي البسيتي الاسباني كابتن ساره عصام. اهلا بك كابتن ساره في الجول، منورانا. ازيك ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. الحياه في اسبانيا. احكي لنا كده عن الفارق بقى، يعني انت بدات تجربتك الاحترافيه مع ستوك سيتي وحاليا في البسيتي الاسباني، احكي لنا كده الحياه في اسبانيا والفرق بينها وبين الحياه في انجلترا. طبعا الحياة في اسبانيا ممتعة جدا بجد، الكورة السيستم مختلف، كل حاجة ممتعة، وحاسة ان ده تحدي جديد وتحدي كبير قوي بالنسبة لي ان انا العب في ليفل زي ده. الحمد لله ده بالنسبة لي حاجة كبيرة، وطبعا انجلترا برضو كانت خطوة بالنسبة لي مهمة قوي، عملت فيها حاجات كتير كويسة وإيجابية، والحمد لله يعني خطوة بخطوة ستيب باي ستيب يعني بتقدم لقدام. دايما بشوف نفسي كل فترة أنا ببقى فين، أو كل فترة بتطور في إيه، وكل حاجة المهمة بالنسبة لي إن أنا أكون بتقدم لقدام، فالحمد لله يعني. احتفاء نادي البسيتي بيكي كان فوق الرؤى، والناس في مصر يمكن مش متعودة على ده. تعاملك مع الاحتفاء دوت، وهل ده زود عليكي ضغوط؟ حتة مش متعودة على ده، أنا عمري ما بستنى إن أنا أتعود على حاجة أو ما أتعودش على حاجة، يعني أنا دايماً من أول ما بدأت كورة، من أول ما بدأت في أكاديمية ولا بدأت ألعب في مدرستي، أنا عندي هدف، ده اللي أنا عايزة أوصله، ماليش دعوة بقى مستنية إيه من مين، عايزة أعمل إيه، مش عايزة أعمل إيه، أقارن نفسي بإيه، لا أنا عندي هدف والحمد لله. أنا شايفة إن ربنا أكرمني بحاجات كتير قوي ما حدش وصل لها قبل كده، وأتمنى إن أنا ما أكونش أول وآخر واحدة. في بنات كتير قوي كويسة دلوقتي في الوطن العربي ورافعين راسنا ومشرفينا، وبجد بيلهموني جدا، فأنا دايما فخورة بأي خطوة بعملها إيجابية، حتى لو بتفرق مع أي بنت، يعني حتى لو 1% أو بتشجعها، دي حاجة بالنسبة لي كبيرة، عشان أنا كمان وأنا صغيرة أول ما بدأت كان نفسي في أي علامة تقول لي إن أنا يعني إن في أمل وإن أنا أكمل، بس طبعا أنا حاولت إن أنا أبقى السبورت بتاع نفسي، وطبعا أهلي ساعدوني كتير، فالحمد لله. طيب انت اول مصريه، مصريه المنشا زي ما بيقولوا، او واحد يعني عشان برضه تبقى الناس فاهمه ان انت بطاقتك الدوليه من الاتحاد المصري لكره القدم تلعب في الدوري الاسباني، ده بيمثل لك ايه؟ وهل ده بيمثل عامل ضغط عليك، خصوصا ان برضه في مصريات تانية زي ساره اسماعيل في اسبانيا بس مش بنفس الموقف بتاعي؟ لا مش عامل ضغط، بالعكس انا باخدها كحاجه ايجابيه ومسؤوليه في نفس الوقت، ان انا ابقى عندي مسؤوليه ان انا اخد تجربه كويسه كلعيبه جوه الملعب وبره الملعب وكل حاجه، فلا بالعكس يعني انا فخوره وده شرف ليا كبير قوي، وحتى في انجلترا كان نفس الكلام، وكنت لسه يعني كنت لسه تمام 18 سنه، كان الموضوع برضه بالنسبه لي فجاه كده الاقي الميديا قاعده بتتكلم والبريشر ومش عارف ايه، فحاولت ان انا ما اخدش الموضوع كده، بسد ودني وبركز على طريقي، علشان انا ده الطريق اللي انا اخترته لنفسي، ولا حد زقني ليه ولا اهلي فورس مين ان انا اعمل حاجه معينه، لا ده حلم وده حاجه انا من وانا صغيره مرتباها، يعني انا زي دي الحاجه اللي انا كنت بدير حياتي، يعني البلانز اللي انا حطيتها، والحمد لله ربنا طبعا بيبقى حاطط التوفيق يعني في الاول وفي الاخر. وساره اسماعيل طبعا بما انك قلت اسمها، يعني بنت طبعا اختارت ان هي تلعب المنتخب بتاعنا، بعد ما تواصلت معايا على السوشيال ميديا، وانا قلت للمدير الفني بتاع منتخب مصر طبعا، عشان انا شايفه ان هي لعيبه اختارت منتخبنا ودي حاجه كويسه قوي، وشايفه ان هي لعيبه طبعا هتفيدنا بشكل كبير، عشان زي ما انا ارجع اقول تاني ان هي واحده اتاسست هنا في اوروبا ولعبت في اسبانيا، وده طبعا الليفل اعلى بمراحل من مصر، يعني مفيش مقارنه اصلا. فطبعا هي صديقه ليا كويسه جدا وبحبها جدا على المستوى الشخصي يعني. طب ساعدتك ازاي بقى، بما ان احنا بنتكلم عن ساره، يعني هي بدات في برشلونه ودلوقتي في ريال ساراكوستا، ساعدتك ازاي في فتره تواجدك في لاول مره في اسبانيا؟ ساعدتني؟ اه يعني ساعدتك ازاي تتأقلمي على الاجواء في اسبانيا ازاي؟ هل تواصلتم اكتر من فكره ان انت تبقى تدعميها ان هي تبقى موجوده في منتخب مصر؟ هو أنا بصراحة كان جالي عرض في أسبانيا أصلاً من سنتين قبل الكورونا،
وانا كده كده كان في اوبشن يعني ان انا اجي سبين من سنتين، وبعدين الموضوع يعني تعطل شويه، وكمان كنت عايزه اكمل دراستي في انجلترا، ما كنتش عايزه اعمل اي حاجه تبعد عن الدراسه عشان انا خريجه هندسه من انجلترا، فكنت عايزه ان انا برضو اركز على ده، ما شتتش نفسي قوي، واخد خبرات من ستوك سيتي ومن الدوري الانجليزي، وطبعا الليفل هناك هرجع واقول تاني ما يتقارنش بمصر اصلا، اعلى بكتير. فصار انا في الاول، اول ما عرفت موضوع العرض اللي جالي من هنا، انا كان جالي عرضين من النادي اللي انا فيه دلوقتي ومن نادي تاني، وساعتها طبعا ما اتصورتش مع اي حد غير مع اهلي، وبعد ما قررت ما قلتش لاي حد خالص، يعني الموضوع ما كانش لسه اوفيشال، بس قبل ما اجي باسبوع اسبانيا طبعا كلمت ساره وقلت لها، وبس اتمنيت لي كل التوفيق وفقط. طيب البازيت يمكن نادي مش معروف. طب البازيت يمكن نادي مش معروف قوي بالنسبه للمصري، بس هو نادي خرج لعيبه كبيره جدا للكره الاسبانيه، ابرز طبعا برشلونه كده، ده بس راح ريال مدريد. بالنسبه لك انت التجربه ديت، هل طبعا هي اكيد هدف ليك ان انت تبقى في تجربه افضل، اكيد بتمثل لك ايه؟ طبعا ده نادي كبير، انا مش بستنى ان انا اروح نادي يبقى اسمه كبير للمصريين او الاجنبيين او الباكستانيين، يعني مش ده هدفي خالص، مش ده اللي انا بفكر فيه. انا طول ما انا شايفه ان دي خطوه ايجابيه وخطوه فيها تحدي قوي، دي حاجه انا يعني بنفذها وبمشي وراها، ولا بستنى رد فعل من السوشيال ميديا ولا اي حاجه، مش بمشي ورا ايه اللي مشهور هنا وايه اللي مش معروف هنا. طبعا ده نادي الباتيتي، نادي كبير، وطلع زي ما انت قلت كيلر نافاس واندريس انيستا، لعيبه برشلونه وريال مدريد يعني مفيهاش كلام، فالمنظومه هنا كلها محترفه جدا، ونادي محترم جدا، ونادي كبير، وانا شرف ليا كبير قوي ان انا ابقى موجوده هنا. طبعا الاول تشالنج ان انا اتعود على التاكتكس المختلفه تماما عن انجلترا، اللغه 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 طبعا مختلفه، ما مش كل الناس هنا بتتكلم انجليزي، فانا بحاول ان انا كمان بتعلم اللغه، بتعلم طريقه اللعب، بتعلم الثقافه الكالتشر بس، وبتعود على طريقه اللعب المختلفه. طبعا يعني اهم حاجه ان الواحد يطلع بره الكومفورت زون بتاعته، مش دايما يبقى مرتاح، لا بالعكس، طول ما انت في تحديات، طول ما انت حاسس ان انت اللي هو مش مرتاح او في تحديات او كده، دي اهم حاجه، ده اللي هيعلمك وده اللي هيخليك لعيب احسن. وطبعا عندنا امثله كتير قوي في الولاد، يعني ما شاء الله محترفين في انجلترا وفي المانيا وفي كذا بلد. طيب انت من انجلترا لاسبانيا، الفارق في الحياه ما بين البلدين بالنسبه لك انت، والفارق في الملعب كمان، يعني ايه ابرز حاجه حسيتي بيها بره الملعب وجوه الملعب في الفرق بين البلدين؟ لا المستوى الكوره هنا التاكتكس كتير قوي قوي، يعني كل تفصيله بيتكلموا فيها بيبقى في حاجات معينه لازم ننفذها، مش يعني بيبقى يعني الباسز طبعا اكتر، اللي هي الشورت باسز التيكي تاكا وكده. بره الملعب انا شايفه ان الناس على فكره الاسبان فيهم كتير قوي من المصريين، يعني حاساهم يعني الثقافه فيه شويه من بعض. الناس هنا كويسه قوي بصراحه معايا، يعني من ساعه ما جيت ما فيش اي حاجه عايزاها مش بتحصل، يعني النادي بصراحه ناس بتساعدني وعارفين ان انا جايه من كالتشر مختلف وان انا مصريه وعربيه وكده، ف يعني الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. الحمد لله. طب ايه بقى الحاجات اللي انت بتشوفها في الاسبان شبه المصريين؟ يعني انت قلت لي ان هم شبهنا، ايه بقى؟ هم خفيف زينا وزي ما انا بقول يعني بيساعدوا بعض، في اللي هو الناس قريبه من بعض، يعني الناس قريبه اكتر من بعض، بيكير about each other اكتر شويه. انجلترا مش يعني طبعا انجلترا very supportive وكده، بس كل واحد بيبقى في حاله اكتر شويه. مش عارف، عندي برد، تعبانه. لا الف سلامه. طيب دلوقتي فريق البزيتي فريق في الدرجه الثانيه في الدوري الاسباني، لكن قبل كده هو كان من لغايه 2019 هو كان في الدوري الممتاز او في الدرجه الاولى. حظوظ الفريق في الرجوع تاني للدرجه الاولى قد ايه، او انت شايفاها بتحسبيها ازاي؟ طبعا ده هدفنا، يعني ده هدفنا طبعا وهدف المدير الفني واللعيبه كلها. هنا الفروقات مش كبيره خالص، يعني
يعني الفرق مش الموضوع مش صعب. الدوري كله ما بتكونش عارف مين اللي هيصعد لحد اخر يوم. مثلا لو لقيت المركز العاشر والمركز الثاني هتلاقي ما بينهم مثلا 4-5 نقط، مش زي حتى الدوري المصري عندنا في الولاد، يعني يبقى الفروقات باينه قوي مثلا مين اللي قريب مين اللي بعيد. فدي برضو حلاوه الومنز فوتبول هنا في سبين. تمام، بالتوفيق دايما. طيب خلينا بقى نتكلم عن منتخب مصر. التوقف الدوري الاخير تقريبا كان فيه 6 أو 7 محترفات في المنتخب، شايفه ده تاثيره على منتخب مصر قد ايه وهيساعد المنتخب في الفتره اللي جايه ازاي؟ كان شرف ليا اول مره مثلت المنتخب، كان في معسكر مفتوح كده، يعني ما كانش حاجه اوفيشال، بس كان شهر 11 2014، وده كان اول مره مثل المنتخب او اروح تمرين المنتخب. طبعا انا شايفه الفرق من ساعتها لحد دلوقتي، الفرق كبير قوي يعني. طبعا انا كان ليا الشرف طبعا ان انا حضرت الناس اللي من الجيل اللي قبلي والناس اللي اكبر مني والاجهزه الفنيه اللي قبلي. ودلوقتي طبعا في عناصر جديده دخلت، في منهم مفيدين، في منهم مفيدين جدا، وفي منهم خدوا تجارب بره في جامعات وفي نوادي، فده برضو مفيد جدا لي. فانا شايفه ان في نسبه تطور، بس برضو مش دي المكان اللي احنا المفروض نبقى فيها. يعني اكيد احنا عندنا طموح اكبر وعايزين نبقى في حته احسن، عشان طبعا هرجع واقول التوقف اللي هو ال4 سنين اللي حصل فجاه ده لما صعدنا امم افريقيا في 2016 ده اخرنا كتير جدا، يعني خلانا بعيد شويه. بس دلوقتي احنا رجعنا التصنيف، ودلوقتي بقينا اظن 93 على العالم، فا اوكي يعني اللي هو ستيب باي ستيب. بس في نفس الوقت في حاجات كتير قوي ناقصانا في العقليه، في كذا حاجه. بس انا شايفه ان الجهاز الفني يعني بيشتغل على كذا حاجه، وان اللعيبه في لعيبه عندها طموح، وفي لعيبه عايزه، وفي لعيبه عارفه قيمه المنتخب، وفي لعيبه تانية للاسف لسه برضو عندها خبره قليله شويه. مش عادي زي اي فرقه في العالم، زي اي منتخب، يعني انا مش بقول حاجه غريبه. انت قلتي ان احنا بعد ما تاهلنا امم افريقيا 2016 تقريبا شبه وقفنا، وفي حصل شات داون منتخب الكره النسائيه، ايه الاسباب اصلا وايه ليه ممكن تشوفي ان احنا وقفنا بعد ما احنا وصلنا لمرحله كويسه جدا في الفتره دي؟ بص انا هقول لك من رايي، انا ما اعرفش يعني قوي ليه وقفنا. بس اللي انا اعرفه ان طبعا دكتور سحر الهواري طبعا ما فيش حد ما يعرفهاش، هي عملت كتير قوي للكره النسائيه في مصر. يعني انا فاكره ان انا اول ما بدات ده اللي كنت بشوفه، وحتى كنت بروح مع مدرستي The British International School في الرحاب، كنت بروح تورنمنتس مع المدرسة، ورحت تورنمنت في الجونة خدت أحسن لعيبة، وهي ساعتها اختارتني إن أنا أجي منتخب تحت ال17. فأنا فاكرة إن هي كانت دايماً بتهتم قوي بالكرة النسائية، كانت بتروح بطولات مدارس، كانت بتروح النوادي وكده، وكانت بتهتم قوي طبعاً بالمنتخب. أنا شايفة إن بعد ما رحنا أمم أفريقيا و اظن النتائج ما كانتش كويسه، ده السبب اللي انا عرفته يعني. فبعديها قرروا ان هم يوقفوا المنتخب شويه. وفي نفس الوقت دكتور سحر الهواري ما كانتش موجوده في المركز بتاعها في الاتحاد، يعني البوزيشن، فاظن عشان كده ما كانش في حد بيبوش ممكن، او ما كانش في حد مثلا عايز الكره النسائيه قوي او الناشونال تيم ان هو يرجع. ممكن يعني يكون ده السبب من رايي، من اللي انا عاصرته اللي هو حضرته. لو انت شايفه مثلا التوقف الدولي اللي فات لما لعبتوا الماتشين، ايه الحاجات السلبيات والايجابيات اللي انت ممكن تكون شفتيها ممكن تتحسن في الفتره اللي جايه علشان نقدر نشوف منتخب مصر حتى مع الوقت يبدا ينافس على التاهل بقى لامم افريقيا زي مره ثانيه؟ انا شايفه ان احنا كل ما بنلعب اكتر كل ما في ايجابيات بنكتسبها اكتر. في نفس الوقت ممكن ان احنا يكون في كيمياء ما بيننا اكتر، نكون كلنا على المستوى البدني واحد، وعلى المستوى الفني برضو كل واحدة عارفة هي المفروض تعمل ايه، وتنفذ بالظبط التعليمات يعني اللي عليها. يكون في مثلا جملة معانا معرفش، مش عايزة اتكلم طبعا في حاجة مش بتاعتي يعني، بس اللي هو زي اي منتخب في العالم يعني، مفيش لعيبة في الدنيا تاخد الكرة تعمل اللي هي عايزاه في دماغها. يعني هو طبعا ده بيبقى عدم احترام للجهاز وعدم احترام لبقيه الفرقه. فانا شايفه ان احنا فعلا كل ما بنلعب اكتر كل ما بنكتسب ايجابيات، كل ما بنحاول ان احنا نقلل من السلبيات بتاعتنا. وطبعا كويس قوي يعني الفتره اللي فاتت نتائجنا برده ما كانتش وحشه يعني، بالنسبه ان احنا
بقالنا كتير كنا متوقفين وكل شوية لعيبة جديدة طبعا بتنضم وكده، فإن شاء الله نبقى على الطريق الصح يعني نتقدم ونرفع راس مصر. وادي دجلة، بأنك لعيبة سابقة لوادي دجلة، وهو كان شاركه في البطولتين دوري ابطال افريقيا، يمكن النسخه الحاليه ان اداهم تقريبا مش في افضل احواله، فشايفه تجربه وادي دجله والمشاركه في دوري ابطال افريقيا والاهتمام بالكره النسائيه الافريقيه بشكل عام، شايفه ده تاثيره هيبقى ليه تاثير ايجابي على منتخب مصر ولا؟ بص طبعا وادي دجله النادي ده انا لعبت فيه في مصر وبحبه جدا وكسبت معاه بطولات، وطبعا I care about this club يعني in Egypt اكيد. بس هما فكرة ان هما طبعا لعبوا تشامبيونز ليج السنة اللي فاتت وكانت في مصر، كانوا يعني كانوا كويسين قوي كأول مرة طبعا وضغط وجماهير وكده، بس انا شايفة ان النسخة الحالية كان ما كانتش افضل حاجة، بس طبعا اكيد اكيد مش ده اللي هما كانوا عايزينه يعني، اكيد ولا الجهاز ولا اللعيبة كانت عايزة كده، بس انا شايفه ان هم كان عندهم سنه كامله ان هم يقدروا يحضروا ان هم يظهروا بشكل كويس يعني، فانا مش عارفه ايه اللي حصل بصراحه عشان انا مش موجوده في النادي يعني، بس في الاول وفي الاخر وادي دجله بطل ما فيهاش نقاش يعني، وادي دجله رقم واحد في مصر في الكره النسائيه حاليا، وما فيش حد خد الدوري قده ولا كاس، وانا فاكره يعني زمان وانا في وادي دجله كان المنتخب كله دجله ما عدا 3 لعيبه مثلا او 4 لعيبه يعني، ف هو نادي بصراحه خرج لعيبه كويسه واتمنى لهم كل التوفيق دايما بجد من قلبي، حتى كل ما بنزل مصر لازم اروح احضر تمرين. بمناسبه ان في فريق زي بيراميدز بقى عنده فريق سيدات ومشارك في الدوري للسيدات، هل ده برضو يخلي بقى فيه اثاره وفيه قوه اكتر في دوري السيدات ولا لا ده عادي برضو وادي دجله يفضل مسيطر زي ما هو المعتاد في الكرة النسائية في مصر؟ هو طبعا بيراميدز اسم برضو مش صغير يعني، واكيد هم برضو داخلين بهدف يعني، اكيد هم مش عايزين ان هم يدخلوا كده وخلاص، اكيد عايزين ينافسوا على البطولة، فدي حاجة كويسة قوي يعني، حتى كمان لو الاهلي والزمالك والاسماعيلي والحاجات دي عملوا نوادي هتبقى الدنيا قوية اكتر، بس طبعا هرجع واقول مش بالاسامي يعني، لازم طبعا الفرقة اكيد يبقى في جهاز فني على مستوى عالي، يبقى فيه لعيبة على مستوى عالي، البدني بتاع اللعيبة، الأكل، النيوتريشن اللي هو كل الحاجات دي يعني، هي دي اللي بتخلي الفرقة كويسة يعني مش بالاسم يعني. نتكلم بقى عن سفيرة كأس العالم 2022، ودي حاجة تقريبا يعني مش أي حد بيقدر ياخدها. كنت بتعملي انترفيو مع ديفيد بيكهام، يعني احكي لنا بقى كواليس الانترفيو نفسه، فكره اختيارك كسفيره لكاس عالم 2022، احكي لنا عن التفاصيل دي. انا من سنه كده جالي ايميل ان هم يعني عايزين يتكلموا معايا في الموضوع ده وان هم عايزين يختاروني كسفيره لكاس العالم، وكانت حاجه بالنسبه لي يعني انا اتخضيت اللي هو الله مين يعني، كلنا بنحلم ان احنا يبقى لينا علاقه بكاس العالم يعني، حتى لو هنبقى فولنتيرز يعني من غير اي حاجه حتى لو، فطبعا بالنسبه لي كانت هي حاجه حلم كبير يعني، انا حتى كنت بتفرج على كاس العالم روسيا انا فاكره، وكنت اللي هو ببص كده اللي هو نفسي اوصل مع منتخب كاس العالم، نفسي اروح كاس العالم، فطبعا الحمد لله يعني دي حاجه فرحتني قوي، طبعا ان اكون مصريه موجوده هناك، كان نفسي ان المنتخب بتاعنا يصعد، بس طبعا ان انا مصريه واكون موجوده هناك ده برضو شرف كبير قوي ليا، وطبعا ديفيد بيكهام يعني اتكلم واقول ايه، طبعا حلم اي حد بيحب الكوره ان هو يقابله او حتى يتكلم معاه يعني، وهو فعلا لعيب متواضع جدا، وكان بيسالني حاجات كتير حتى بره الانترفيو، وكان بيسالني لو عايز يساعدني في اي حاجه، وبيسألني أسئلة كتير عن إزاي عايشة في إنجلترا والتعليم والكورة والأخبار وكده، فهو فعلاً لعيب متواضع وكويس قوي وستار. لو هنتكلم بقى عن محمد صلاح مثلاً، وبما إنك عندك بقى دلوقتي خبرة في الدوري الأسباني أو في الكورة الأسبانية بشكل عام، تشوفي محمد صلاح ليه أكتر على ريال مدريد ولا على برشلونة؟ لو هنفترض يعني في فرصة انتقاله الأسباني. كابتن محمد صلاح عمل تاريخ مع ليفربول، كسر يعني ارقام كتيره قوي، حتى في ناس كانت في النادي زمان هو عداها، فانا شايفه ان هو كان تشويس كويس قوي او ديسيجن كويس ان هو يفضل في ليفربول،
علشان اكيد هو بيعمل احسن حاجه ليه يعني. ما اعرفش لو هو جاي سبين ولا لا، بس طبعا الناديين ناديين كبار قوي يعني. لا انت شايفه من نفسي، من وجهه نظرك يعني، هو اسلوب لعبه يليق على ريال مدريد ولا يليق على برشلونه؟ الناس في اسبانيا مثلا بتشوف ان هو احسن له يلعب في ريال مدريد في برشلونه كده يعني. ممكن في برشلونة علشان ميسي مشي، فممكن هو يعمل مثلا أرقام مثلا يعني ياخد مكانه يعني أو كده. بس ايوه. عارفة يعني ما فكرتش فيها قبل كده. فكرتي تحضري قبل كده ماتشات في الدوري الاسباني؟ الريال بقى. بحضر حضرت مع الألباتيتي الولاد المانز تيم، وآه يعني ساعات بنروح وبس لسه لحد دلوقتي ما حضرتش في الليجا يعني، اللي هو برشلونة وريال مدريد او كده. طب فكرتي بس تحضري ماتش لفريق معين، او انت حابه تحضري مثلا ماتش لفريق معين في الدوري الاسباني بعيدا عن الكلاسيكو؟ لان اكيد اي حد يبقى عايز الكلاسيكو. لسه اقول لا، هو انا بصراحه انا بستمتع بكل ماتشاتهم يعني. انا ساعات حتى في التلفزيون لما بلاقي ماتش حتى مثلا ممكن يكون فرقه مش عارفاها او كده، هم طريقه لعبهم بيشدوك قوي ان انت تتفرج يعني. الماتش بيبقى قوي، الماتش اللي رايح جاي بيبقى فيه تاكتكس على مستوى عالي قوي كده. ف كورتهم ممتعه قوي، بتحتاج مجهود وتفكير وتركيز. فيعني الحمد لله مبسوطه بالخطوه دي، وشايفه ان هي يعني هتفيدني بشكل كبير قوي في الملعب. توفيق ليك يا كابتن سارة، وكنت سعيد جدا ان انا معاك النهارده، ودايما نسمع عنك كل الاخبار السعيده المفرحه دايما ان شاء الله.